بختار اللي سهل علي حياتي، بختار اللي غيرها، بختار إنديجو. سيداتي، آنساتي، ساداتي، عمتم مساء. يسعدني أن ألتقي بكم في هذه الأمسية اللطيفة الرائعة، وأنا أقدم إليكم نجما عظيما من نجوم الفكاهة والإضحاك في مصرنا الجميلة. الحقيقة أن أنا يعني مش مصدقة أن أنا النهاردة هشوف الأستاذ المبدع الأستاذ إسماعيل ياسين. الله يخليك، الحقيقة أنا في غاية السعادة أن أنا مع حضرتك النهاردة. والله أنا ممنونة جدا يا فندم أن حضرتك النهاردة شرفتنا. ده أنا اللي شاكر جدا والله يا فندم أن أنا معك. نهارك سعيد إن شاء الله ومساءك أسعد. الله يخليك أستاذ إسماعيل. الناس الحقيقة في مصر بيحبوه جدا، يعني أكاد أجزم إن الشعب المصري كله بمجمله كده العشرين مليون بيحبوك. فتقدر تقولي حضرتك منين اكتسبت هذه المحبة والشعبية يعني العلاقة الوثيقة اللي بتربطك بالناس؟ والله هو في البداية أنا يعني بداية نشأتي كانت في السويس. وجماعة قالوا لي أنت صوتك حلو، روح قدم في معهد الموسيقى. فهربت من أبويا ورحت خدت 6 جنيه من ست ام امي كان اسمها أليفة. كانت دايما تحوش الفلوس بطريقه غريبه جدا. أيوه. كانت تفك خياطه المرتبه وترمي في وسط القطن، هنا 4 هنا 5 هنا 9 هنا 6. فانا خدت 6 جنيه ونزلت على مصر. رحت بقى المعهد الموسيقى لكن لقيته قافل في الحقيقه، لانه كان في الصيف. انت حضرتك ما قدرتش تنشن مظبوط على التوقيت المناسب. ايوه كان وقتي عندها يعني تقريبا كان عندي 17 سنه. وبعدين اروح فين اجي منين؟ كان في ولاد خالي كانوا دايما بيروحوا لابويا وكان بيستقبلهم ويكرمهم اخر كرم. ايوه فرحت لهم قالوا لي انت جاي ليه؟ جاي ليه؟ قريبكم. قالوا لي يعني انت جاي فسحه؟ قلت لهم لا، يعني انا جاي عشان عايز اتعلم موسيقى وادخل معهد الموسيقى. لقيت واحده بتقول لي لا يا اخويا احنا ما عندناش حد في العالم يبقى مطرب. زي ما يكون المطرب ده يعني تاجر مخدرات ولا حاجه، لا سمح الله. لا سمح الله. المهم الدنيا عكستني وانا ما بقتش مرتاح، فسبتهم ومشيت وفضلت بقى في الشارع ماليش حد اروح فين اجي منين. وفي النهايه هدوم اتسخت ودقني تولت وعايز انام، مش عايز اقول بقى كنت بنام فين عشان دي حاجه مؤلمه جدا. لان يعني بصراحه هو انا كنت بعد اللف والدوران ده كله كنت بروح انام في جامع السيده زينب. والله اعتقد ان دي حاجه اطفت عليك بركه. الحمد لله. يعني هو انا في الحقيقه كنت اروح الجامع بعد العشاء اركع ما اقومش للصبح بقى كل يوم. كل يوم اروح بعد العشاء اركع هي السجده بالظبط، لحد ما الراجل اللي كان بينظف الجامع كان علمني بقى وعرفني، فجالي الساعه 3 الصبح وراح رافسني كده قال لي قوم يا ابن فلان الفلاني وراح طاردني. المهم انا كنت اعرف ان جامع السيده زينب كان بيفتح دايما بعد العشاء، لكن بعد الحركه دي على ادمي انا بقوم يقفلوه بعد العشاء ويفتحوه الفجر بس. قعدت ادور بقى على حته تانية ابقى انام فيها، فرحت جامع تاني برضو اسمه جامع مراسينا برضو في السيده زينب. ايوه دخلت لقيت الجامع زحمه وايه، رحت مستخبي كده ورا الباب من التعب نمت. لقيت واحد بيصحيني بيقول لي قوم. قمت قال لي تسمح تيجي بوليس؟ قلت
قلت له ليه؟ قال لي انت اللي سرقت طقم الشاي ولازم تيجي معانا ونوديك في دهي. قلت له والله يعني انا اول مره اجي انام عندكم هنا في الجامع ده، مش معقول. راجل امام الجامع كان اسمه الشيخ ابراهيم حماد، صعبت عليه، خدني بيته وحكيت له حكايتي، وكانت هدومي بقى مش نظيفه، غسلها لي واكلني وقال لي انت تروح لابوك تاني في السويس. اداني 35 قرش ونص، التذكره كانت ب 32 قرش ونص. رحت بقى، يفضل 3 صاغ بالظبط. بالظبط 3 صاغ. انا نزلت السويس، ابويا كان يعني عنده محل كبير، وكان احسن واحد يعمل خاتم وحلق لانه كان صايغ شاطر دقي بايده. ايوه. فرحت لقيته مش قاعد في المحل الكبير، لقيته فارش ترابيزه صغيره كده وقاعد علشان يشتغل يعني. الله يبارك فيك. لا اله الا الله. يعني المهم يعني اذا كنتم بتشوفوني مرفه وربنا كرمني، فده لاني شفت شقى وتعب وغلب ومرمطه، لكن الحمد لله ربنا بيكرمني وبيكرمني بهذا الشعب الجميل. الحمد لله يا أستاذ إسماعيل، حضرتك توزع الضحكات على الناس وتسعدهم في أمسيتهم وفي لياليهم وأيامهم. ولذلك يعني أنا عايزة أعرف ليه حضرتك تخصصت في فن المونولوج؟ والله هي جت بالصدفة. يعني أنا كنت صديق لمحامي وكان بياخدني معاه في الرايحة والجاية، والمحامي ده كان بيحب دايما يروح التياترات. ففي زبون عند هذا المحامي وقال له وعرفه علي وقال له ده اسماعيل بيغني وصوته حلو قوي، قال له طيب تمام يجي يغني في الفرح. فانا قلت بقى فرصه، فرحت في الفرح غنيت ايها الراقدون تحت التراب للاستاذ محمد عبد الوهاب. كان موقف بايخ قوي الحقيقه، والراجل صاحب الفرح يقول لي يعني ايه يا فندي في حد يغني الراقدون تحت التراب؟ قلت له والله معاك حق. انا من التياترات اللي كنت بروحها كنت فاكر المونولوج للاستاذ سيد سليمان. أيوة. فقلته، ومن ساعتها الناس اتبسطت، ومن ساعتها بقيت مركز في المونولوج. وحبوا حضرتك جدا، يعني حضرتك انشدت المونولوج في مناسبات كتيره، وكان المؤلفين اعتقد ان هم نوعيه خاصه من المؤلفين. طبعا مش طبعا، لان المونولوج ده مش اي واحد يكتب مونولوج. يعني عارفه يعني حتى الزجال، الزجال اللي بيكتب الزجل ما يقدرش يكتب مونولوج، ده لازم كاتب مخصوص للمونولوج. ولكن حضرتك يعني لاحظنا في الآونة الأخيرة أنه ابتعدت عن فن المونولوج وافتقدنا هذه الفكاهة يعني والمرح الذي تضفيه. لا يعني هو أنا ما ابتعدتش ولا حاجة يعني، ولكن الكتاب برضو بتوع المونولوج يعني لازم ياخدوا حقهم زي الشاعر اللي بيكتب أغاني الرومانسية والهجر، إنما كاتب المونولوج يعني ما بياخدش، بياخد ملاليم، فبالتالي ما بيكتبش. وانا بناشد يعني مبنى التلفزيون ان هو اللي يهتم بالمنطقه دي. والله يعني اول ما اللي بيكتبوا المونولوج ياخدوا فلوس هيدونا المونولوجات هنغني. طب حضرتك يعني المونولوج مثلا لازم يكون كله دعابه ومرح، ولا ممكن يحمل رساله؟ لا لازم المونولوج يكون فيه رساله طبعا، والا ما يبقاش مونولوج. هو في الحقيقه فيه طبعا شويه حاجات خفيفه يعني، ولكن في الاساس الرسالة، حتى وإن كانت السعادة فهي رسالة. السعادة رسالة؟ طبعاً. والله إن حضرتك يعني شوقتني، فممكن أسمع منك أي حاجة يعني تستعيد فن المونولوج بيها وتعيده إلى الذاكرة؟ لو تسمحي لي بقى أطلع المسرح وأشوف الجمهور، لأن الجمهور والمسرح وحشوني قوي. والله إحنا كمان اشتقنا لحضرتك جداً، وفي المسرح في انتظار حضرتك. أشكرك. أنا ممنونة قوي يا فندم. أنا في غاية السعادة. الله يخليك. تفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صلاة النبي. استرها معانا يا رب. كلنا
السعادة ولا إيه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي 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 قولي. السعادة للنفوس حاجة سموها الجنيه، قول فضلت اجمع واحوش في الفلوس لما حسيت اني بيه. كل ما امشي في اي حتة ابتسام، واللي يمسح لي الجاكيت باحترام، واللي يشتم لي فلان، واللي يعمل بهلوان، واللي يفتح لي البيبان، واللي يفسح لي المكان. كل دي كانت أونطة بمسكرة مش بإخلاص أو إرادة. أي ضحكة ابتسام عليها أجرة تبقى فين هي السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي 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 السعادة في الغرام ويا إحسان أو نوال، نظرة ثم ابتسامة ودوب وانطب في شرف الجمال. الهوى شعل الفؤاد باللهيب، وفي هدايا فضلت هادي لك لطيب، وانطفيت نار الأنين لما بيتني الحنين، حلفتني ميت يمين إن أكون مخلص أمين. بعد حلفاني بيومين شفت الحبيبة ويا واحد والأكادة، إنه صاحبي وهي عارفة العجيبة تبقى فين هي السعادة. قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي لما اشوف بنت الحلال دي سعادة في الجواز. قول نهايته رحت دافع مهر على العروسة والجهاز. يوم كتبنا ويوم دخلنا عالزفاف، بعد جمعة خب أملنا بالخلاف. اشتكي لها بالغرام تشتكي لي بالقليل، خيطتها والكمام طلعوا مش اخر موديل. فكرها مشغول بصدمة ومضاطه والمقلم والمسادة، اما جوزها واجباته مش ضروري تبقى فين هي السعادة. قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي السعادة ولا إيه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي 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 قولي. يا سمعة يا قمر.
يا سمعة يا جميل. كلنا عاوزين سعادة، بس ايه هي السعادة؟ ولا ايه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي 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 قولي. كلنا عايزين غلطانين اللي فاكرين ان السعادة موجودة في حاجة اسمها الجنيه، أو إنك تمشي والكل ينادي عليك ويقولك يا بيه. السعادة ببساطة هتلاقيها في ابتسامة حلوة أو كلمة طيبة، السعادة في صحبة تسندك أو دعوة بالستر والصحة، عارفة طريقها للسما بعد ما إيدك سندت المايل. مش هي دي برضو السعادة يا سيدة؟ ناس قالوا لي إن السعادة للنفوس حاجة سموها الجنيه. قول في ظل تجمع وحوش في الفلوس لما حسيت إني بيه. كل ما امشي في أي حتة ابتسام، واللي يمسح لي الجاكيتة باحترام، واللي يشتم لي فلان، واللي يعمل بهلوان، واللي يفتح لي البيبان، واللي يفسح لي المكان. كل دي كانت أونطة بمسكرة مش بإخلاص أو إرادة. أي ضحكة ابتسام عليها أجرة تبقى فين هي السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي. ما تستغربش في ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش. اللي يعيش يا ما هيشوف، ما هو ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش. هي دي الدنيا، تلميذ خايب وعطل بالوراثة ومولد وفيه الناس تايهة، يبقى ما تستعجبش ما تستغربش. لوحدة بنت زواج تعدت البيت، جات وخد عيني ولع سيجارتها بعشرة جنيه، تضحك في عيني وتكروت فيه وتقول له هات لي أبصر ايه. ما تستعجبش ما تستغربش، في ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش. ما تستعجبش ما تستغربش، في ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش. ورث وله كم ألف جنيه، وتغري يا سيدي خمس عمارات، يجيب سلامته اسم الله عليه، يعشق لي واحدة بنت صلاة. سعدت البيت جوا الكباريه، ولع سيجارتها بعشرة جنيه، تضحك في عيني وتكروت فيه وتقول له هات لي أبصر ايه. فلوس وجات له يا ناس بلاش، وليه بقى ما يجيب لهاش؟ وهي تكسب ولا تتعبش، وهو يخسر ولا يكسبش. وهي ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش. ما تستعجبش ما تستغربش، في ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش.
ودي واحد تلمس خيبان، شوفوا وجهته بقى وبصوا له، يشرب في خمره كمان دخان، وفي مدرسته بليد على طوله، في الغراميات يكتب جوابات لو تقرا فصحته تقول يا سلام، وفي التاريخ ينزل تلبيخ ولا يعرف سته في سته بكام، وابوه مسكين مهده دحيله، ده بيتعب نفسه ويديله، وكل ده ولا بيقدرش، وابوه بيخسر ولا يكسبش، وهي ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش، ما تستعجبش ما تستغربش ما تستعجبش ما تستغربش، في ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش، ما تستعجبش ما تستغربش. وجهها من الاعيان غاويين يا سيدي لعبوا قمار، يقضوا طول الليل كون كان تقولش يعني ما بينهم طار، فلان كسبان وفلان خسران، وتشوف العكس الليله التانيه خساره طوال كل الليالي، وصاحب النادي لو عالميان يكسب عمولته المعتادة، حيهمه ايه لا ده ولا ده، يفضل في مكتب ولا يلعب شي، يجمع فوق الوفات ولا يخسر شي، ما هي ناس بتكسب ولا تتعب شي، وناس بتتعب ولا تكسب شي، ما تستعجب شي ما تستغرب شي ما تستعجب شي ما تستغرب شي، في ناس بتكسب ولا تتعب شي، وناس بتتعب ولا تكسب شي، ما تستعجب شي ما تستغرب شي. الله يا سمعة يا حلاوة يا سمعة، مات فقير، فقير فلوس، وعاش غني وكانت الفلوس مش بتفرق معاه، مات فقير حقيقي، لكن في الحقيقة الحقيقة مات مليونير، رصيده ملايين من حب الناس، اسماعيل ياسين. ومات هو الفقر عيب، فقير ومخلص وشريف، يبقى لقطة يبقى كنز. يعني انت موافقني؟ من كل قلبي، الحب ما يفرقش ابدا بين غني وفقير. عاش نجم وكانت الضحكة شعاره، عاش بيدور على حلمه ولو انكسر يحاول تاني، اسماعيل ياسين. تعال ادي فين؟ اسمع اسمع ايه؟ اسمع من هو؟ ده انا من السامع حاجه، اهو ده اللي مجنني، ده اللي فارسني بقالي 16 على الحاله دي، وبرضه مش سامع حاجه. لا يا سيدي معلش، انت تحط حتتين قط وبلغة وشوية خل وانت تخف. ايه ده؟ لطفي تاني يا راجل. ازيك يا سي لطفي؟ لطفي مين يا بني ادم؟ انا اسمي حسون، حسون الفطاطري. لا مؤاخذة يا والدي. والدك؟ الله يلعن ابويا يا اخي. اصل انا عندي ساعة. ساعة؟ ساعة تروح وساعتين. ساعة تروح. حدوتة مصرية أصيلة فيها الحب والتشويق والدراما والعبرة، لكن عنوانها الأساسي اضحك للدنيا. دلوقتي بقى أقول لكم يا مساء الفل والهنا، إحنا النهاردة في عام 2018 وموجودين في استوديو صاحبة السعادة، ومن الحاجات اللي بتسعدني قوي في المشاريع اللي شفت مقدمتها دي من شوية، الحالة اللي بيبقى عليها القائمين على المشروع نفسهم، اللي دخلوا المعمل بجد وجم بالنتيجة جاهزة. يعني أما بشوف مثلا مايسترو جورج قلتا وكل الأوركسترا العظيم اللي معاه ده، الحالة اللي بتبقوا فيها وانتوا بتلعبوا المشاريع دي بالذات مختلفة تماما عن الدي تو دي ورك اللي هو الشغل اليومي بتاع ان انتوا بتعملوا المزيكا الاعتيادية.
وبعدين بشوفك يعني منبهر يعني كأن إيه طالع رحلة. ليه بيجي لك الإحساس ده؟ أولاً إحنا عندنا فكر مختلف شوية بنفكر فيه أوركسترا سينكوب، إن إحنا بنخرج عن المعتاد. إحنا عايزين نفضل نعزف موسيقى جادة بس في نفس الوقت بره الصندوق يعني. فبالتالي كل مشاريعنا بنفكر فيها بالشكل ده، إن إحنا بناخد المشاريع القريبة لودن المستمع المصري وناخدها ونعمل لها اوركستريشن ونبدا نعمل لها الشكل اللي بنشوف لسه شايفينه حالا. ايوه فدي الفكره يعني. فاحنا دي المشاريع اللي احنا بنحب نقدمها. ايوه انا بشوف ده حتى على وشوشكم وحتى العازفين العظام اللي معاك شغال الكلاسيك بس هو هنا يعني هابي بالظبط. فهل مثلا المحتوى هو اللي بيخليكوا يعني انت مثلا قول لي رد الفعل لما قعدنا ذاكرنا مع قلنا ايه رايكم نطلع باسماعيل ياسين؟ بالظبط. في الاول بالنسبه لي كانت خضه، اتخضيت شويه في الاول وقعدت افكر كتير طب ايه اللي ينفع يتعمل، وابتديت اتكلم مع مدير اعمالي وابتديت اتكلم مع استاذ عزيز جورج من اهم الناس اللي معانا في الاوركسترا. وقلت له لقيته حمسني جدا، قال لي ما ينفعش تسيب المشروع ده يخرج منه كميه حاجات كتيره، هو طبعا ادرى مني كمان بالموسيقى بتاعت الفتره دي. فبدات ان انا اتحمس يعني، ابتديت اسمع الحاجات ولقيت ده يطلع منها حاجات موسيقيه كتيره جدا. بس بدانا انا وهو بقى مع بعض نكتب المشروع واحده واحده، وبعد كده بدا طبعا محمد فهيم كنت بجيبه بقى على طول عندي يقعد ويشوف الشغل معانا ويقعد يمثل معانا ويغني. عاش الحالة تماما. احنا لسه هنلتقي بيه طبعا، هلتقينا بالأستاذ إسماعيل ياسين حاضر في الاستوديو كده، بس لسه هنقابل بقى النجم محمد فهيم إن شاء الله. إن شاء الله. طب خدتوا وقت قد إيه؟ خدنا وقت قد ايه؟ تقريبا كتابة موسيقية. انا كنتش معاهم خدته. ماشي. تقريبا من اول ما اتكلمنا في المشروع خدنا حوالي 3 شهور تحضير وكتابة، الجزء بتاعي انا يعني. من اول ما انا تدخلت. انت استلمت عارف امتى؟ بعد ما احنا بقالنا اكتر من سنة ونص بنحضر ده ومستنيين محمد فهيم يخلص الجماعة ومش شايفين أي حد غير محمد فهيم الحقيقة، لأنه شغله معانا اللي فات في الفرق التانية والأيامنا الحلوة والحاجات اللي عملها أوريدي اللي مطرقعة وعاملة مشاكل جدا. طبعاً طبعاً. إخلاصه ويعني وعشقه للشخصية، فقاعدين مستنيينه أول ما خلص ألو جورج إلحق يلا. ده بان بقى جدا لما كان بيجيلي وبيقعد يسمع كل حاجة معايا وأنا بكتب ونعدل مع بعض وأغير وهو موجود، وكان الحقيقة مجتهد جدا بيقعد ذاكر على طول وباين عليه. وكان يقوم يتحرك مع يعني أنا بسمعه من الكمبيوتر شكل الموسيقى، فيقوم يتحرك ويغني ويتحرك في كل حته وهو بيجرب، ومن حركته أم وقفه وارجع اعمل تعديل في الموسيقى حاجه تاني على الافيه اللي هيعمله. على الافيه يعني انا بشوف حركاته وترجمها ارجع اعمل افكتس بالاوركسترا والعكس، هو ياخد الافكتس اللي انا عاملها ويبدا يفكر لها في حركه ويكلمني تاني يوم يقول لي عندي فكره تانية وانا اكلمه اقول له عندي فكره ثالثه، بنقعد نفكر بالشكل ده. بس الحمد لله يعني يا رب الناس تستمتع. وبعدين انت كمان يا مايسترو حاطط زي ما بنقدر نقول رؤية موسيقية جديدة مضافة ومختلفة، يعني برضو لما احنا بنعمل شغلنا هنا في صاحبة السعادة ده دايما اللي بيسمع الأصل بيلاقي لا الموضوع يعني عشان نطلع الأصل ده وتشتغلوه كده وتوزعوه بتاع، لكن أحيانا يستطعمه بشكل كمان أعلى بكتير من إنه يتلقى موسيقى دايركت. بالظبط. هو برضو التشالنج عندنا في أوركسترا سينكوب إن احنا بنفكر برؤية قبل البروفات، بنفكر ايه اللي هيطلع من العمل ده، مش فكره ان احنا هنوزع وخلاص، لا بشوف ايه اللي ممكن يطلع من ده. بدور ايه احلى حاجه في العظم الاساسي بتاع العمل اللي اتعمل من سنين طويله ولازم احافظ عليه وابدا اعمل احط جوه فريم مختلف، فريم احدث بكتير ويليق طبعا بالمكان اللي احنا فيه يعني. وبندور بنلاقي فيه حاجات ممكن تتغير السكه بتاعتها شويه تروح لجازي اكتر وايقاعاتي اكتر والحاجات دي، في حاجات تتحول لاوركسترا مع انها مبنيه على باند مثلا عاملينها بالاوركسترا هي مطلعه صوت الجيتارات والدرامز والحاجات دي وطالعه من الترومبون والترومبت والتوبا والحاجات دي. فهي بيكون التشالنج ان انا لازم ادور على احلى حاجه احافظ عليها وافكر ايه الاضافه اللي ممكن تتعمل واحط ده يبقى ده الفريم بتاع العمل. الموسيقى غنيه قوي صح؟ طبعا مليانه يعني طبعا. النهارده لما نطرحها بالشكل ده
اعتقد اننا بنقدم للمصريين وللعالم كله نوع مزيكا يمكن كانوش متخيلين انه موجود عندنا. بالظبط كده. وحتى الكتابه، كتابه بالزبط. في الكلام كمان طبعاً. رائعه. المونولوجات مكتوبه بجمال مش طبيعي. اسمعوا الكلام كويس واقروا مكتوب عشان تعرفوا قيمه. حتى المونولوج كان بيتكتم له معنى وفلسفه ومكتوب حلو قوي حقيقي يعني. ده بان لحد الاخر خالص. كل ما خلص كتابه وخلاص احنا تمام انتهينا من الموضوع، وارجع اسمع او اقرا النوت اللي كتبت وابص الاقي بسمع الكلام واشوف الالحان، لا لسه ما خلصتش، لسه الاقي في حاجات تانية. والنبي انا لو سبتك دلوقتي اللي هتروح لا هروح اعمل تعديلات تانية. بالظبط. لحد امبارح واحنا بنعمل تعديلات. بالظبط. والله انا بستمتع جدا بالحكايه دي يا مايسترو، ومتاكده ان احنا هنستمتع معاك جدا النهارده وبكره. وانا مستمتع ومع كل الاوركسترا العظيم، وطبعا حماك بقى هضطر اكشف السر اللي هو الحقيقه كان يعني عنصر مساعد جدا. استاذ عزيز جورج. عزيز جورج موسيقي قديم وفاهم وتحس كده انه بيستطعم الحاجه بقى، كانه بيقول فينك يا زمان، فينك يا وقت. بس عندنا يعني حاجه بقى مختلفه حصلت النهارده جميله قوي، ومش عارف احرق المفاجاه ولا لا. لا لا تحرقش حاجه. طيب خلاص. ميرسي يا مايسترو، يلا من فضلك متعنا على المسرح. ميرسي جدا. ما شفتش خيبة تعالى تعالى اتفرج هنا على خيبتي، بجوع واتعرى وكل شقايا رايح لحبيبتي. ياللي ما شفتش خيبة تعالى اتفرج هنا على خيبتي. بس أنا مش شايفة أي خيبة. مونولوج كاتب مصطفى السيد ومن ألحان وغناء سمعة. يبقى خيبة إيه دي يا إخواتي؟ الخيبة إن فن المونولوج ما بقاش موجود، مع كامل أسفي وحزني يعني. تلبس هي جديد في جديد، نص ونص ما يعجبهاش، وافضل أنا من العيد للعيد على بدلة تمنها ما يسواش، ثمن الشنطة بتاعت الإيد اللي حبيبتي ما تستغناش، عنها إن شاء الله أروح في حديد ولا أروح في الدنيا بلاش. شفتش خيبة تعالى تعالى اتفرج هنا على خيبتي، بجوع واتعرى وكل شقايا رايح لحبيبتي. تلبس هي جديد في جديد، نص ونص ما يعجبهاش، وافضل انا من العيد للعيد على بدلة تمنها ما يسواش، تمن الشنطة بتاعت الايد اللي حبيبتي ما تستغناش، عنها ان شاء الله اروح في حديد ولا اروح في الدنيا بلاش. وانزل اشب واطلع لب وانا راضي مش عارف ازاي، عن اقراضي وعن وحداتي ويا رايح تعقول لي الجاي، ويا قلبي ما شفتش خيبة تعالى تعالى اتفرج هنا على خيبتي، بجوع واتعرى وكل شقايا رايح لحبيبتي. انا اتشقلب في تياترات والف الدنيا عشان هوا سافر، واحرم نفسي من اللذات وافضل انكد وهري وعافر علشان هي تروح سينمات، حاجه يا عالم ملهاش اخر، قولت عاوزه وقولت هات لما بقيت اصعب على الكافي، بكسب حلو وزي الدلو قول لي المكسب رايح فين، اقول لك ليها عشان ارضيها ورزقي الهبل على المجانين، ويا قلبي ما شفتش خيبه تعالى تعالى
على حبتي بقى هو تعرف كل شيء يخرب يا اختي. مني إليها ومنها لابوها وانا مديش لابويا ملي غير تنتيش في سري لاخوها ولا يقول فتاح علي شبك القلب يا ناس ورموها جت رجلي لسن ولا جين ولا لقيا كروتي لقوها وانا عامل وضع اترق قديم شربت الخل وايه الحل هفضل كده على عيشه دي هي قطع الحب وسرت الحب ده ضحك كل الدنيا عليا ويا قلبي ما شفتش خيبة تعالى تعالى اتفرج هنا على خيبتي بجوع واتعرى وبكل شقايا رايح لحبيبتي. اعمل ايه بقى يو برافو برافو برافو. أنا بحب محمد فهيم بس خلص خلصت الفقرة. يا لهوي يا لهوي والله العظيم خلصت الفقرة. محمد فهيم فنان من نوعية خاصة جدا طبعا كلكم أكيد عارفين الكلام ده لكن برضو إحنا كفنانين مع بعضينا لا بتبقى حاسس إنك قدام حد مختلف تماما. طيب دي مش أول مرة يدخل استوديو صاحبة السعادة دي كانت مرة 68 لكن اول مره اقعد بقى اتكلم معاه ويبقى في انترفيو بقى اعمل فيها نجم ومش عارف ايه وكده. طيب لما جه عمل معانا حلقات كتير وغنى فيها كذا مره في البدايات خالص حاجات لاسماعيل ياسين فكلنا طبعا وقفنا قدامه وقلنا لا مش هيعدي كده ده بس احنا هنعمل بقى ليله لاسماعيل ياسين لان فهيم بيحب اسماعيل ياسين كمان فبقى معانا كمان المشخصات اللي هيقدر يوصلنا لاسماعيل ياسين. حصل ايه؟ ابتدينا نشتغل حضرتك وقعدنا نشتغل وبعدين حضرتك دخلت تعمل إيه سيد قطب في الجماعه. فاحنا قعدنا لك لبدنا في الدره واستنيناه سنه تقريبا هو بيحضر والشخصيه والمش عارف ايه مش قادرين نقرب منه لانه خلاص دخل جوه ام سيد قطب وخلص الحمد لله بنجاح ساحق ماحق فاحق وخد 780 تكريم على الدور والحركات دي وبعدين استنينا لما يطلع من سيد قطب ما بص المعاناة عشان ندخله في الأم بتاع اسماعيل ياسين بقالنا قد ايه حضرتك يعني انا عرفت من الاستاذ محمد مراد ان بقالنا تقريبا سنه انا ما كنتش اعرف ان كل ده بيحصل وانا ما مش دريان. طبعا لا وانت يلا ضحكت عليك انا مره ورحت عامله حاجه كده رحت انت قلت يا سلام يا سلام لو نعمل اسماعيل وفرحت قوي انت طبعا اما انا قلت عايز اعيد انتاج متحف الشمع فاكر مره قلت كده فقعد عمل كاست بقى في دماغه وانا مش عايز اقول له احنا بنعمل ايه خالص فاخيرا خرجت من سيد الحمد لله على السلامه من سيد قطب. الله يسلمك الحمد لله يعني يعني خلص الحمد لله ورجعنا بقى لنا فتره كبيره يعني فدخلنا بقى في نسيته بقى خلاص اتشال في الدولاب هو طبعا خلاص اتشال في الدولاب عشان يعني نبقى نعمل غيره ان شاء الله يعني فبس هو بيبقى الموضوع مرهق قوي في التحضير بتاع الشخصيات يعني حتى اسماعيل ياسين نفسه على فكره والله يعني الناس كانت تقول دايما ايه ان فهيم شبه سيد قطب فعشان كده نجح ويقولوا فهيم شبه اسماعيل ياسين طب يا جماعه هو سيد قطب شبه اسماعيل ياسين طب ما لا طب انت كمان انت عامل الجزاوي ده انت مبهدل الدنيا بالجزاوي وتفضل القهوه بقى دي حاجه ثانيه طبعا بس هي المعاناه في تحضير الشخصيه يعني انا دلوقتي مثلا قاعد بعافر ان ما اكونش اسماعيل ياسين ما هو كان هنا ما انا ما قلتلكش ايه مش الاستاذ اسماعيل ياسين كان هنا والنبي والنبي لا تقولي لي بقى لا هنا كان هنا وكنا سنه متهيألي 52 53 يعني 56 يعني كان هنا في الفتره دي المهم كنتوا مبسوطين الحمد لله شفتني وانا قديمه عظيم وانا بقول له مش مصدقه وكده عظيم وضحكه وحاجات وبتاع
بس انت جميل، ربنا يخليك الحمد طيب لله. طيب عملت ايه بقى؟ فما قلنا لك اسماعيل ياسين، دخلت ازاي وعملت ايه؟ يا نهار ابيض، انا اعتقد يعني، بل يعني انا متاكد ان كلهم كانوا بيعانوا مني. ليه؟ لان انا ما بهداش لما باخد مشروع او فكره او حاجه، بقعد بقى افكار بقى كتير قوي، واكتب واتكلم واكتب واتكلم، ما بسكتش. فاعتقد ان كل الاطراف يعني، استاذ محمد مراد والاستاذ جورج اولتا، كل الدنيا يعني اعتقد كانوا عانوا مني لان كنت بتكلم كتير. بس الحمد لله يعني. انت بقى هريتنا صور برضه انا عندي الانبوكس على وتلاقي محمد مراد واحمد فاق كلهم طبعا يا حبيبي، وانت عمال تظبط نفسك واللبس والمش عارف ايه والشعر والدماغ والرياكشنز خدت. هو الموضوع بياخد وقت في ايه؟ لان الشخصيات الحقيقيه لما تتعمل لو اتقلدت بتفشل فشل ذريع، ولكن لو وصلت لروح الشخصيه حقيقي هو ده اللي بيوصل فبيتصدق فبتتبسطي. انما لو شفتي تقليد ما ينجحش. اي حد هيقلد اي شخص هيقع. انما لو عمل الروح بتاعت الشخصيه، طالما بتعمل شخصيه تانية، هنا بتوصل للجمهور يعني، والحمد لله. بيتعب كتير في الوصول ده، بس في كل حاجه، في مذاكره بادي لانجويج والتشريح بتاع الجسم يعني. انا يعني انا دلوقتي قاعد يعني اسماعيل ياسين، مش عارف تقعد قاعد فاهم. اسماعيل ياسين بيبقى لازم اقرب شويه كده عشان يبقى فيه لغد مثلا. الشفايف طول الوقت بتمرن ان هي تبقى بره واتكلم ويتكلم كده في الطبيعي. في الناحيه الثانيه بقى كان في قطب، كان طول الوقت عامل كده وشوف عامل كده وحاجات عامله كده. فالمذاكرة طبعا طبعا فترة طويلة، وكلمه اقول والواد ماله زعلان مني ولا عامل ايه يا اختي ده. هي لازم ابقى بذاكر البادي لانجوج والتشريح الجسماني كويس، واذاكره واذاكر بقى منطقة تانية طبعا في الفوناتكس، مخارج الحروف، وفي طبقات الصوت يعني. كل شخصية ليها تون صوت، فيها ليها تون صوت عريض، وفي تون صوت عامل كده اللي هو دلوقتي فاهم بيتكلم، او ممكن حاجات او يعني بقى الواحد يعني او يعني لازم كل شخصية يبقى ليها حاجة. اقعد بقى لحد ما اقرب للشخصية دي ان تون الصوت يبقى طالع طبيعي، ما يبقاش مفتعل. بالظبط، في الغنى كمان. فهو الغنى كان اصعب متهيألي ما فيه. ده حقيقي، بس لانه انا يعني الاغاني صعبة، الاغاني بجد صعبه والله العظيم. جربوا تغنوها بعد ما تشوفوها كده مكتوبه وبتاع، تقعدوا تشوفوها كتير، هتلاقوا نفسكم اللي عايز يرددها صعبه. الالحان نفسها والاداء صعبة. بتاعه قد ايه سيمبل. انت كمان عندك نفس الميزه انك بتادي بطريقه سهله جدا. لما انا جربت اعمل معاه ده طلعت روحي مش عارف اعمل، وهو ده بسيط السهل الممتنع، ولا فارق معاه اي حاجه. هي ممارسه يعني. يعني لما بعمل شخصيه انا بعيشها في حياتي بره التصوير. طيب انا عشان خايفه على العفريت لا ينصرف، ارجع حضره تاني بتاع اسماعيل ياسين وشرفنا على المسرح. ماشي لو سمحت يا فندم. ماشي. ايه هيهمك من اللي يذمك واللي يبعتر فيك ويلمك؟ خدها نصيحه صريحه مريحه، خليك راجل واوعى يهمك. ايه هيهمك. فتحي قوره كاتب مونولوج، بتقولوا مين يا ولاد؟ فتحي قورة ومعاه اسماعيل ياسين، يبقى ايه هيهمك من اللي يزمك طالما كلنا في الهوى سوا؟ وارجع تاني واقولك خليك راجل واوعى يهمك، انت عندك تاريخ فني يسندك لسنين كتير قدام.
لك ايه هيهمك، ما جدلت ولو قطعها لك ايه هيهمك، خدها نصيحة صريحة مريحة، خليك راجل وهيهمك ايه ايه هيهمك من اللي يزمك واللي بعطر فيك ويلمك، خدها نصيحة صريحة مريحة، خليك راجل هو عيهمك ايه حيهمك هاي. يلا يا اختي يلا جميلة يا اختي جميلة، افرض عندك بدلة جايبها لا هي بتاعتك ولا تعرفها، وانت لابسها قابلت صاحبها عينه حمرت وقت ما شافها، رنك شقلي بحالك ايه هيهمك، ما هي بدلته لو قطعها لك ايه هيهمك، خدها نصيحة صريحة مريحة، خليك راجل هو عيهمك ايه هيهمك. يلا كميلة يا انت كميلة يا انت، افرض انك حبت واحدة يعني بقت متشعلة فيها، حلوة وخفة وزي الوردة، رحت في يوم علشان تناديها، نزلت فوق راسك قصرية ايه هيهمك، حتى ان كانت جردل ميه ايه هيهمك، خدها نصيحة صريحة مريحة، خليك راجل وهو عيهمك مهما يبيعك برضو شريك، ومقتله تملي الواجب وبتحلق شنبك قاعدين، طب ايه يعني هي شنبك ايه هيهمك، وانت قول مسامير في جنابك ايه هيهمك، خدها نصيحة صريحة مريحة، خليك راجل هو عيهمك يا سمع يا قمر يا سمع يا قمر. حمدين وانا اشوف العمى ولا اشوف الاثنين، حما زائد حمايب وحماتين. الحموات الفاتنات موجودين من فجر التاريخ والحاد النهاردة، عايشين ما بيننا ومكملين. بس عمرك شفت حما في حلاوة ميم شكيب او خفة دم مريم منيب؟ اكيد لا. عشان كده لما يغني لهم إسماعيل ياسين الحدوتة تبقى مختلفة والفيلم يحلو بزيادة. معرفش منين وانا شوف العمى ولا شوف الاتنين، حما زائد حما يبقوا حماتين. حما يبقوا حماتين وانا اشوف العمى ولا اشوف الاتنين، حما زائد حما يبقوا حماتين. انا لسه ما شفتش زي ده جوز الكل بوحدة وهو بجوز، وان حب يا عيني راجل جوز
راح يبقى منافق وبوشين يعملوا محكمة كل دقيقتين وخطط محكمة معرفش منين يعملوا محكمة كل دقيقتين وخطط محكمة معرفش منين وانا شوف العمى ولا شوف الاتنين حما زائد حمايب وحمدين قسما بالذي رفع السماوات وحياة من خلى اللي اختشمات لو حكمتوني على الحموات لبعتهم كوريا في غمضة عين يا سلام عندما يصبحوا خصمين ويا بي كلما خنقوا الزوجين يا سلام عندما يصبحوا خصمين ويا بي كلما خنقوا الزوجين وانا شوف العمى ولا شوف الاتنين حما زائد حما يبقوا حمدين قاعد لك على قلبها لقانون بينكد على 20 مليون انا سامع واحدة من البلكون بتقولت ليه يا ابو شلطنتين هتليه انما برضو الحمدين لو جم السماء او كانوا ملاكين هتليه انما برضو الحمدين لو جم السماء او كانوا ملاكين انا شوف العمى ولا شوف الاتنين حما زائد حما يبقوا حمدين الله يا حبيبي الله 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 قعد معاك بقى طول الفترة اللي فاتت دي كرو شيقي معاك يا عين أمه ممكن تحكي لنا مين الكرو اللي اشتغل معاك لبس وشعر ومكياج والحاجات دي؟ يعني طبعا في المكياج أستاذ محمد عبد الحميد طبعا وفي المزيكا طبعا المايسترو جورج قلتا طبعا والشعر ما هو محمد برضو يا عيني يا ابني ده عمل كل حاجه بصراحه حتى الكرش كمان كان محمد عبد الحميد ان هو كان متخني برضو شويه عامل لي كرش كده وفي الملابس الاستاذ خالد عبد العزيز وطبعا شروق ومايسترو جورج طبعا طلعت روح شروق انت طبعا كله ما فيش حد عدى مفيش حد عدى يعني حتى يعني الاعداد هنا في البرنامج كلهم كانوا برضو يعني بيتهيألي كانت بتجي لهم رساله كل 5 ثواني تقريبا بفيديو معين او بفكره معينه او كده لان بصراحه انا بحب اعمل اللي عليا قوي في كل حاجه صحيح عشان لما تطلع الحاجه خلاص بقى ابقى مرتاح والتوفيق بتاع ربنا في الاخر طبعا يا رب ان شاء الله فالحمد لله يعني الكلام يا فهيم انا مش قادره اميز دلوقتي طبعا لما نبتدي نكتب الليركس هيبقى هفتكر مين لك طبعا مش هفتكر ما كنتش موجوده وقتها ابو السعود الابياري شويه وفتحي قورة وابن الليل وما اعرفش مين تاني لكن انت مثلا متوقف عند مين في الكلام اللي عطلني لحد اخر لحظه في تصوير المشروع فتحي قورة ليه في مونولوج حما زائد حما الكوبليه الثالث اي الكلمه عماله دوخ يا رب الكلمه دي معناها ايه ولا جايبها منين بيقول قاعدين لك على قلبها لقالون بينكدوا على 20 مليون لقالون دي ايه بقى لقالون لحد ما وصلت بقى في السيرش والبحث في المعجم الوجيز للغه العربيه وحاجات كده لو النبي والله ما هعمل ايه انا مش عارف الكلمه وخلاص دخل اصور مش عارف انا بقول ايه وقلت بقى طب هل يا رب على قلبها لقالون فقلت هل طب اشيلها واحط مكانها كلمه ثانيه ما يعني ما حبيتش قلت لا حرام يعني فعرفت ان لقالون ده الكلام اللي هو القيل والقال القيل والقال اللي هو فيه غيبه ونميمه وبيوقع الناس في بعض لا والله ده بقى كلام الحماوات ان هو قاعدين لك على قلبها لقالون وكمان بينكدوا على 20 مليون بالقيل والقال والنميمه والكلام اللي داير بينهم وبين بعض قال لك وبينكدوا على 20 مليون لا ده بقيت المونولوج بقى ايوه يعني اذا انا كنت صادقه لما قلت للاستاذ اسماعيل مصر كل ال 20 مليون ساعتها ايه ده والله ما كنتش اقصد بصراحه فكان عطلع. كان صعب كان صعب الكلام انا قلت صعب. انا قلت قاعدين على قلبها لطالون دايما بيقول لك قاعد على قلبك لطالون لحد جامع طالون يعني كان المفروض انه متطرف جامع طالون ده متطرف زي ما كان عبد المطلب كده بيغني من السيده للحسين هم اصلا جنب بعض مفيش معاناه يعني امال لو كان في حلوان ورايح مدينه نصر طيب يعني فعادي ومين تاني بقى؟ لا هو كنت بقف برضه عند الالحان طبعا يعني في لحن بصراحه هو يعني مش من الالحان المطرقعه لاسماعيل ياسين بس اللحن جميل جمال ما قدرتش اسيبه كان لحن العبقري محمد فوزي
اسمه يعريس الغفله، الغنوة اسمها يعريس الغفله. وبرضه في الكتب دي كان عاملها له فريد الأطرش، يعني في ناس كانت بتلحن لاسماعيل ياسين. والصعوبه برضه في اسماعيل ياسين في النقلات، يعني في حتت كده بيعمل بالبلدي كده الجعير التجعير ده. عملتها انت في حاجه بقى، انا في ميمي وفيفي وفي ايه يهمك، ان النقله وانا بغني عادي وفجاه اروح مجعر وراجع تاني لنفس التون، دي بتبقى يعني محتاجه تدريب معين في فالحمد لله. الحمد لله. طب انت دلوقتي فهيم، يعني انا نفسي اقعد اتكلم معاك بصفتك فهيم، يعني لان انت فعلا بتخش جوه الحاجه بتعيشها بشكل فظيع. انت بتحضر لايه او 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 ايه تخطيطك ايه لنفسك؟ والله هو في مشروعين دول هيكونوا مجهود شخصي. في مشروع سينما واداء انا مؤمن بيه جدا من سنين، اسمه أنا هاملت، فيلم أنا هاملت، وأنا عندي يقين إن شاء الله إن ده لو اتعمل ورحنا بيه مهرجان كان هنكسب جايزة وندي كتف هناك. يا ريت يا أخويا. ليه بقى؟ أنا اليقين، لأن الحمد لله باخد دايماً بالأسباب. الرؤية المصرية هي عن رواية هاملت لشكسبير. الرؤية المصرية اللي معمولة عاملها هاني عفيفي، إحنا قدمناها مسرح وكنا في منافسة مع 45 دولة أجنبية ولجنة تحكيم أجانب، 10 حكام أجانب ورئيسة لجنة إيطالية. والحمد لله وقتها مثلنا مصر في 2009 في المهرجان الدولي للمسرح، والحمد لله كسبت أفضل ممثل في المستوى ده. ما شاء الله. خلاص تمام خلصت. اللي خلاني أفكر فيها بقى أكتر إن في 2011 في أستاذة نقد ودراما اسمها مارجريت ليدفين، دي بتدرس نقد ودراما وأدب مقارن في جامعة بوسطن في أمريكا، عامل بحث عن شكسبير في العرب من أول ما بدأوا يتكلموا عن شكسبير. فخصصت فصل كامل، هي سمعت عن أنا هاملت لأنه كان مهرجان دولي، جت مصر وكلمت هاني عفيفي وعملت ندوة في أداب إنجليزي عن الرؤية بتاعتنا، وقالت إن هي مخصصة فصل كامل في البحث بتاعها ده. والرؤية المصرية بتاعت أنا هاملت دي بتدرس في جامعة بوسطن في أمريكا من 2012 إلى وقتنا هذا، بيتم تدريس الرؤية دي. الناس هناك منبهرة بالتناول اللي احنا عاملينه وبالمزج في كل حاجة، لأن احنا عاملينها معاصرة، وهاملت في سيلينترو بيقابل أوفيليا، وموضوع قريب أوي للشاب المصري. ما يهمناش هاملت في شيء، احنا يهمنا هاملت. فأنا من ساعتها قلت لا، يعني الناس برة منتبهة للرؤية ومنبهرة وبتدرسها، ولحد النهاردة بتيجي تلفونات ورسائل لهاني عفيفي بيقولوا له طب ليه هنا قدمت الرؤية دي كده، وليه الكلمة دي بدل الكلمة دي. فقلت لا، طب أنا أحولها لرؤية سينمائية وتتعمل فيلم ونروح. وأساسا من ضمن الأسباب برضو التانية، عندك مقومات يعني أنك أنت عامل عمل أوريدي حاصل على النهاردة جوائز. أي عمل بيتحط عليه اسم هاملت العالم كله لا وحاصل على جوائز وعنده في السي في بتاعه أنه بيتدرس بره ويعني، لا موضوع مش الحمد لله يعني. وهاملت بيتشاف، لو اتقال أن في هاملت بيتعمل العالم كله بينتبه، النسخة الروسي والصيني والإنجليزي كله بيشوف ده هيعمل إيه. وكمان العين كبيرة قوي بقى، كله متابع مصر بيحصل فيها إيه طبعا. فلو عرف أنه مصر بتعمل أنا هاملت بالاسباب اللي فاتت، انا عندي يقين ان احنا هندي كتف كبير. بس ده انا شغال فيه بصراحه مجهود شخصي بقالي 7 سنين لحد ما خلصت الرؤيه من شهر بالظبط، الاعداد لفيلم سينما ده. احنا هنتابع معاك بقى. قوم يا اخويا، انت هتاخدنا في هاملت وتسيب اسماعيل ياسين؟ تهزر ولا ايه؟ لا طبعا مش بيهزر، ده احنا لسه، ده احنا قاعدين النهارده وبكره هنستمتع بيك متعه. انا اعتقد انا شخصيا يعني اعتقد الناس بتصدقني لما بقول حاجه ممتعه جدا. يا رب يا رب. يلا يا حبيبي على المسرح. حاضر. ميمي وفيفي وزوزو وشوشو، انا هتجنن من دي اسامي. ميمي وفيفي وزوزو وشوشو، انا هتجنن من دي اسامي، جوا في قلبي يا اخوات حوشو، نار وحريقه وفلفل حامي. الاسم هو العنوان المكتوب علينا، لا بنختاره ولا نقدر نمحيه. عشان كده سمعة كان ليه رأي، ليه بندلع الأسامي لدرجة إننا ما نعرفش الأصل؟
اسمها سمكة اسمها سلطة دغري تسمي نفسها سوسو فاطمة وفيقة وفلة وفجلة دول كلتهم صباحهم فوفو بكرة كمان اللي اسمها عجلة تبقى للي ما لسه تشوفه بكرة كمان اللي اسمها عجلة تبقى للي ما لسه تشوفه أنا هتجنن يا اخوات حوشو ميمي اسمك فيه جزء من أصلك، جاي منين ورايح فين وبتعمل إيه؟ ممكن أعرف كل ده من اسمك، عشان كده اختاروا أسامي ولادكم بحب، الأسامي مش بفلوس والله. شوال شولح شمروخ شمعة دول كلتهم صباحهم شوشو لا ولا أدها الست بهانة قال سمت نفسها ديها سمي يا دم يا ميت خرزانة يتنسلوا يا اخواتي فوقيها سمي يا دم يا ميت خرزانة يتنسلوا يا اخواتي فوقيها إن نتجنن من دي أسامي يا اخوات حوشو في سعيدة ميمي وفيفي وسوسو وشوشو انا هتجنن من دي اسامي ميمي وفيفي وسوسو وشوشو انا هتجنن من دي اسامي بو في قلبي يا اخواتي حوشو نار وحريقة وفلفل حامي واحدة تخوف قرطة صور نكروفتي ده هي توسو اسمها سمكة اسمها سلطة دغري تسمي نفسها سوسو فاطمة وفيقة وفلة وفجلة دول كلتهم صباحهم فوفو بكرة كمان اللي اسمها عجلة تبقى للي هي ما لسه تشوفو بكرة كمان اللي اسمها عجلة تبقى للي هي ما لسه تشوفو أنا هتجنن يا اخواتي حوشو ميمي وفيفي وسوسو وشوشو شعب انا فندي والشيخ قمعة الف اسم الله على دندوشو شول شولح شمروخ شمعة دول كلتهم صباحهم شوشو لا والأدهى الست بهانة قال ايه سمت نفسها بيها سم يا دم يا ميت خرزانة يتنسلوا يا اخواتي فوقيها سم يا دم يا ميت خرزانة يتنسلوا يا اخواتي فوقيها انا هتجنن يا اخواتي حوشو من يوفي في سوسو شوشو اه يا نبل اسامي يا بقية بكرة الجدي نسمي هجيمي على حسب الموضة يا عزيزي والمعزة يبقى اسمها ميمي والوزة يبقى اسمها زيزي والمكرونة نسميها ميكي والطرمة يبقى اسمها توتو والكمسر نسميه كيكي واللي اختشوا كانوا ليه بيموتوا والكمسر نسميه كوكو واللي اختشوا كانوا ليه بيموتوا انا هتجنن يا اخواتي حوشو ميمي وفيفي وسوسو وشوشو ميمي انت فيفي انت سوسو انت شوشو اللي نجنن من تلسامي انت ميمي انت فيفي انت سوسو انت شوشو اللي نجنن من تلسامي جوا في قلبي يا اخواتي حوشو نار وحريقة وفلفل حامي صنايعي ملوش مثيل ايده تتلف في حرير ودماغه دي كلها المظات الابياري كان فنان بيرسم بالكلمه يكتب فيلم مسرحيه مونولوج
بس يخليك متأكد إنك هتنبسط معاه. الإبياري وسمعة رفاق ضرب ومجانين فن، جمعتهم السينما وفرقهم الموت. بتبقى نعمة عظيمة لما الواحد يتولد كده في عيلة فيها تراث وفيها تاريخ وفيها تفوق وفيها نجومية وفيها حاجات حلوة قوي. يمكن يكون بيفرق عن الأطفال الآخرين إنه بيلاقي السكة متمهدة، بيلاقي الخبرات قدامه، يعني مش لازم هو يروح يدور عليها، هي اوريدي اتجمعت وبقت قدامه. ليه بقول كده؟ لأنه الأستاذ إسماعيل ياسين كان له توأم روح اللي هو الأستاذ أبو السعود الإبياري، ودايماً لما نعوز نفتكر عظمائنا ندور عليهم في بيوتهم، في الحتة اللي كانوا بيرتاحوا فيها، في ولادهم، في ريحة الخير. فالنهاردة معايا الأستاذ مجدي الإبياري، واحد من 3 أبناء للأستاذ أبو السعود الإبياري. إزايك؟ الله يخليك، ميرسي، ربنا يطول لنا في عمرك. إزايك يا مجدي، إزاي صحتك؟ ربنا يخليك يا أستاذ أسعاد. طبعاً أنتوا بصرف النظر عن أن أنتوا الثلاثة طلعتوا موهوبين جداً وشقيتوا طريق، أيوة، لكن أنتوا يعني فتحتوا عينيكوا على قامة في البيت وخير عمال يجيلكوا، أنتوا عمالين تحصدوا فيه من الحاجات العظيمة اللي عملها الأستاذ أبو السعود الإبياري. وأكيد أنت وأنت صغير كنت عارف أنه في علاقة بينه وبين الوالد طبعاً، وبينه وبين الأستاذ إسماعيل ياسين طبعاً. طبعاً. فإحنا النهاردة بما أننا بنستعرض حياة إسماعيل ياسين، أكيد هنبقى بنمر على الأخ الشقيق الغالي ده اللي هو أبو السعود الإبياري. الله يرحمه. الله يرحمهم كلهم ويحسن إليهم. احكي لي أنت فاكر إيه من طفولتك في المنطقة دي؟ أكيد شفت سمعة. يو. كتير ها؟ طب. فاكر إن هو كان أولاً إسماعيل ياسين ما كانش زي ما بعض الناس بيقولوا عليه. أنا بقرا كتير جداً ناس يقول لك إسماعيل ياسين بره اللوكيشن أو بره التصوير هو شخصية جادة جداً وما بيضحكش وحزين وكئيب. كل ده كلام غير صحيح بالمرة. هو كان شخصية جميلة جداً وضحوكة جداً زي جوه المسرح أو جوه اللوكيشن. هو نفسه إسماعيل ياسين الشخص الطبيعي. أنا كان كل ما يجي بيت نضحك يعني. يعني هو كان مثلا، اديكي مثل، هو كان مغرم بالترش بتاع والدتي الله يرحمها. كانت بتعمل ترش ملوش حل على حسب هما بيقول يعني. فكان يجي البيت عندنا علشان ياخد برطمانات الترشي ياخدها عنده في البيت. فمش عايز يقول بقى انا باجي عشان كده مثلا. فيجي يروح متصل بابويا يقول له احنا مش في، كانوا شركاء في فرقة اسماعيل ياسين. فيتصل يقول له لازم نتكلم في مواضيع النهارده قبل ما نروح المسرح، لازم نحلها عشان فيقول له ابويا يقول له طيب هنتقابل في المسرح. لا ما نستناش لبالليل، ما جيلك. موضوع عاجل، ما جيلك. نتكلم براحتنا بعد دوشه المسرح. هو كل عوزه يجي يصطاد برطمانين ترش. وانا فاكره لحد النهارده كما لو ان الكلمه دي اتقالت امبارح، ان هو اول ما يخش عندنا يروح قايل سعيده يا ام يسري. ما كانش يقول غير كده سعيده يا ام يسري، لان يسري اخويا كان هو الكبير يعني. الله يرحمه. فما كانش يدخل من الباب الرئيسي. احنا كان البيت عندنا كانت فيلا كده في الدقي، ففي باب على الشارع رئيسي وباب للمطبخ على الجنينه. هو يخش على الباب مطرح الخير اللي فيه التوكش. يروح داخل ومعاه اللبيس بتاعه. فيلاقي مثلا والدتي في بتطبخ او واقفه في المطبخ بتشرف على الطبيعه. سعيده يا ام يسري، ايه يا اختي الجمال اللي انت عاملاه؟ يبص بقى على برطمانه، خد ده يا ابني، خد ده لفت، ده خد مش عارف ده زيتون انا بموت. ويعبي في ال لحد ما في مره مرات اتفقست المساله. فجاي زورنا فدخل المطبخ ما لقاش البرطمانات اللي دايما مرصوصه. فامي عارفه فهمت الحدوته والدتي. فقالت له اصل ابو السعود عيان، فالدكتور قال بلاش موالح خالص وبتاع. بس فبيقول لابويا طيب اي حاجه بقى نبقى نتقابل في المسرح بدل المشوار اللي بقى اقعد هنا ده يعني، انت فاهم. هو كان شخصيه دمها خفيف جدا جدا وضحوك طب انتوا كنتوا بتشوفوا يعني، انت قبل المسرح اتعمل سنه كام؟ الفرقه اتعملت سنه 54. 54. قبل كده كانوا عملوا افلام بقى كتير، وكانوا عملوا حاجات طب. وكان بابا كتب له حاجات كتير قوي. طب ايه افتكر لي يعني، انت بتقول لي انه مثلا من ضمن افلامه عمل 7 افلام لفريد الاطرش مع فريد الاطرش. السيريهات دي كانت ايه منها تاني؟ يعني عمل مع فريد الاطرش من تاليف ابويا، كان في مثلا عفريتة هانم، لحن حبي،
حي علينا. مثلا اخ الكدبه اللي كان بيغني فيه السكتش بتاع الكدب اهل الكدب. ايوه طبعا طبعا دلوقتي هنشوفه. عايز اتجوز فيلم كده اسمه عايز اتجوز نجول هدى وفريد الاطرش. طب استنى تعالى سلم استنى نشوف خلينا نشوف الكدب ونرجع. اتفضلي. الكدب ده باب من غير بواب وانا مش كذاب والصدق موديل قديم وبتنى التشقال وما يعلاش خفتي ما اقولهاش لا تقولوا عليا غشيم. اخر فيلم لفاتنة الشاشة كاميليا ومعاها فريد الأطرش واسماعيل ياسين وسامية جمال. وطالما معانا فريد يبقى يلحن لاسماعيل وننبسط احنا بقى بمونولوج الكدب اللي ما اقدرش اكدب عليك ولازم اقولها لك صريحه مريحه لان الكدب ملوش رجلين والفيلم ده مع انه من يجي 70 سنة بس لسه بيضحك. تلتين الجنس لطيف كدب وزياده ولا تضلين ان قالت قلب وعقل وروح فداك ما تقولش امين. جوليتك عمرها كام قولي وقدم لي دليل والسنه كم شهر تمام ل 12 دول ابريل ابريل على طول عمرها ما تقول ولا مندل ولا تنجيم ولا انا لا مؤاخذه غشيم. من غير بواب وانا مش كذاب والصدق موديل قديم وبتنى التشقال وما يعولاش خفتي ما اقولهاش لا تقولوا عليا غشيم. الكدب يا اهل الكدب نهار ما يحب ينك فلان هيلبس تهمه جديده وسيرته تصير على كل لسان تبقى فضيحه وتشهير اشهر من الليل يا عين وضميره كله ضمير هيحاسبه حساب ملكين وحسابه عسير والسمعه تطير ولا تسوش ولا مليم ولا انا يعني اللي غشيم. تلتين الجنس لطيف كدب وزياده ولا تضلين ان قالت قلبي وعقلي وروحي فداك ما تقولش امين. جوليتك عمرها كام قولي وقدم لي دليل والسنه كم شهر تمام ل 12 دول ابريل ابريل على طول عمرها ما تقول ولا مندل ولا تنجيم ولا انا لا مؤاخذه غشيم.70 فيلم ما بين بطولة ودور تاني منهم 17 فيلم عنوانهم فيها اسمه. ودي كانت ميزة نجومية اسماعيل اسمه لوحده عنوان مجرد الاسم بيخلي عشاء الكوميديا يدخلوا السينما. تقدروا والنبي تقولوا لي حضرتكم جايين ليه وبتضحكوا وتبصوا لي عاجبكم خلقتي ايه. تلت افلامه مع فطين عبد الوهاب وانجح افلامه كتبها ابو السعود الابياري. التاريخ كبير ومهم نقدر نلخصه في جملة واحدة قوة مصر الناعمة لسه موجودة والدليل إسماعيل ياسين اللي لسه بيضحكنا لحد النهاردة.
تاكل لقمه بقى يا حبيبي؟ لا انا مالا، انا عاوز اروح عندهم. طيب يا حبيبي بعد ما تاكل لقمه هتروح عندهم. لا انا مالا، انا عاوز اروح عندهم. اخصى عليك يا سوم، انا هزعل منك بعدين. هم يا جمل افضل. دي سحنه سحنه. طيب يا حبيبي هبرد لك هبرد لك. خد يا بابا. هم يا جمل. الله الله، ايوه كده. كتب له ايه تاني يا مجدي؟ كتب له افلام ايه؟ لا ده كتب له ايه؟ ايوه يعني بنحاول نحصد يعني. لا مش نحصد، نقول على سبيل المثال ان عدد الافلام اللي عملوها سوا تجاوز ال 150 فيلم. اللهم صل على النبي. هم الاثنين سوا يعني تجاوز ال 150 فيلم، انما هنيجي نقول مثلا عفريتة اسماعيل ياسين. ماشي. نمسك قسم العفاريت. اسماعيل ولا تمسك قسم اسماعيل ياسين؟ اسماعيل ياسين في الطيران. ماشي. اسماعيل ياسين يقابل غايه وسكينه. عفريتة اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين طرزان. اسماعيل ياسين في الجيش. داخل مستشفى المجانين. لا مش بتاعه مش بتاعه. لا خمس افلام اسماعيل ياسين فيه. طيب عمل له غير كده الفانوس السحري، عفركوش ومش عارف ايه معقوله يا استاذ ابو السعود الله يرحمك، ده انا بموت في الفيلم ده جدا. عمل له مجانين في نعيم. عمل له مع الابطال الاخرين بقى كثير جدا. عملوا المليونير طبعا. طبعا سكتش المجانين كل ده كان طبعا. مليونير. طب هو اللي كان كاتب السكتش المجانين؟ طبعا كل اغاني الفيلم بتاع المليونير. عايز اروح ما تروحش. يا سلام على عايز اروح ده بحبه. وسكتش المجانين عنتر وبتاع والكلام ده. عمل له بقى مع انور وجدي كل السلسله، ذهب ياسمين، قطر الندى اللي كان سقف حلقه بيقع وبتاع. فيلم عالي جدا جدا لو تتذكريه. عمل له مع محمد فوزي فاطمه ومريكا ورشيل. مش فاكر اين ايه. في غنوه لمحمد فوزي بحبها جدا بتاعت يا محمد يا حبيب زملاتك، هم بيغنوها له. اسماعيل وكان مين تاني؟ شكوكو باين. كان اسمه ايه الفيلم؟ انا فاكره ده والده بتاعه اللي هو بيشتغلوا في السيرك. ايه يا محمد. يا محمد. ايوه. اللي هو بتاع شكوكو واسماعيل. وفي زينات صدقي. انا ناسي اسم الفيلم. يا محمد يا حبيب زملاتك، ازيك واشعل اوقاتك. يا محمد يا حبيب زملاتك، ازيك واشعل اوقاتك. هو انتم اهلا اهلا بك. اهلا 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 اهلا, أهلاً. من امتى ما قعدناش جنبك ولا دقنا يا ابو حمده سجايرك وغرقنا من تحت جرايرك. جرقة بركة فوتنا الشركة، فاتها الخير وصبحنا مفيش صبحنا مفيش. طب وابو جبنا يا ما كلفنا، طلعت جبنته جبنا قريش جبنا قريش. عمل له ايه تاني؟ لا ده كتير قوي. عمل له صغير على الحب، وكان هيشغله في صغير على الحب. انت يعني تعرف دي حدش يعرف المعلومه دي خالص. ايه دي ازاي؟ ما هو صغير على الحب ده بتاع ابويا. الفيلم نفسه بتاع سعاد. حسني. فمن كتر ما ابويا مرتبط قوي باسماعيل ياسين ومش عاوز يسيبه في اي حاجه، فكان مرشحه او كاتب الدور اللي هو بتاع مين؟ سمير غانم؟ لا سمير كان نور الدين مقداش. ايوه طبعا الراجل اللي هو ايه سميحه اللي بياكل السلطه بيحب سعاد حسني. فده كان مكتوب لاسماعيل ياسين. طب ايه اللي ما خلاهوش عمل؟ كان نيازي مصطفى بقى الله يرحمه المخرج يعني قال لا ما يليقش وبتاع سعاد واسماعيل هيبقى كبير عليها قوي وبتاع ومش عارف ايه. انما بوريك قد ايه الارتباط. بس برضه من حلاوه الدور يا مجدي خلى من نور الدمرداش نجم كوميديا. هو ونور كان نجم. يعني كان نجم بس هو عشق قوي في الشخصيه. فعشان كده طلع من احلى الادوار اللي قدها على الشاشه يعني طبعا. بص اسماعيل ياسين كان يقول لابويا حاجه غريبه جدا انا متذكره ان الكلمه دي كانت بتتقال قدامي. ما كانش يقول على الفيلم سيناريو. لابويا. يقول لي وضبت الخطه. انا فاكر الجمله دي كويس جدا. وضبت الخطه يا ابو السعود. يعني ايه وضبت الخطه؟ انا ابويا كان لما يجي يكتب في وجود اسماعيل ياسين ما كانتش المساله زي افلام اليومين دول اللي عندك قوله ولا نرتج الكلام كده يجي على الدماغ لا. كان كل موقف بيتكتب له خطه. ازاي ابني الموقف؟ ازاي الموقف ده يضحك من غير ما يبقى جواه كلمه تضحك؟ فاهم طبعا انت استاذ الكوميديا. طبعا يعني ازاي الموقف ده يضحك من غير ما تبقى جواك جمله تضحك؟ هو الموقف نفسه يضحك. هديك مثال خطه يعني مثلا فيلم بتاع عملهوله اللي هو الفانوس السحري مثلا.
لما هو دخل اسماعيل ياسين للشغاله خيريه احمد الله يرحمها وقال لها والنبي كان هو الفراش بيشتغل فراش عند اسماعيل عند عبسام نابلسي في الشركه فقال لها انا من كتر بس ما المدير صد يعني عمل وسوى فيا دماغي صدعت اعملي لي كوبايه شاي طالب كوبايه شاي فقلت حاضر بس ما تقولش والنبي ان انا عملت لك شاي وانك طلبت شاي عشان انا ايه سيدي بيتضايق اللي هو عبسام نابلسي فقال لها مش هقول ان انا طلبت شوف الخطه ده مشهد اتبنى عليه مشهد تاني كل ده عشان اوصل للمشهد اللي فيه الضحك اتبنى عليه مشهد تاني ان الراجل الشغال في البيت بيحب الشغاله دي اللي هو كان اسود ده مش فاكر كان اسمه ايه اللي هو كان الراجل الاسود اللي دمه خفيف البربري ده ايوه فالمهم راح صح الريحاني ايوه بس انا ناسي اسمه كان بيقول من الرجات وهو زمان فراح رايح قال لعبسام النابلسي قال لا انا مش شغال في البيت ده فقال له حصل ايه؟ قال له حصل مساخر وراجل الفراش اللي انت جايبه ده بتاعك اللي في الشركه قاعد في المطبخ وانا سامعه بيطلب من اللي من اللي بيعاكس بيعاكس الشغاله وبيطلب منها بوسه. فعبسام النابلسي قال له انت سمعت كده؟ قال له طيب فداخل بقى ايه؟ يبهدله شوفي بقى الخطه كل ده خطه بتترسم عشان اوصل للايه؟ للمشهد اللي هيضحك. فدخل على اسماعيل ياسين بقى فقال له انت بتعمل ايه هنا؟ فقال له ابدا انا منتظر فلانه اللي هي الشغاله. فالتاني ابتدى يتوثق ان الكلام مظبوط على علاقه بالشغاله بتاعته. فقال له منتظر منها ايه؟ قال له فانا طالب منها حاجه. شوف الافيه بقى بيركب اللي هو الميس اندرستاندنج اللي هو طالب منها حاجه هو يفتكر طالب منها اللي هي ايه؟ البوسه هو يدوكها قصده على الشاي. انت بتعمل هنا ايه في المطبخ؟ مستني فواكه وبتعترف يا تعلب مستني فواكه ليه؟ اصل طالب منها حاجة يا خجل كنت طالب منها ايه؟ قول ما اقدرش اقول ليه مش عاوز تقول؟ لانها قالت لي اوعى تقول انتوا الاتنين بتستغفلوني نستغفلك على ايه يا فندم دي حاجة هايفة هايفة؟ هايفة للمسخرة اللي بتعملوها هنا مسخرة؟ مسخرة ايه يا اخويا؟ يا فندم الحاجة اللي انا طلبتها من فواكه سيادتك بتطلبها منها كتير اخرس المغامرة هي أجمل حاجة في الفن وفيلم صاحبة العصمة مغامرة من تحية كاريوكا واسماعيل ياسين رقاصة مشهورة وكوميديان كبير ميكس غريب ودراما في عز الضحك لما تتفرج على الفيلم هتقول يا سلام حفلة من غير معزيم والمطرب هو اسماعيل ياسين حفلة ومن غير معزيم انا مطرب من منازلهم ومغني بدون سميعه من دول اللي هغني لهم بلا دوشه يا شيخ قطيعه ما احناش ناقصين خنافات بكراسي ومقشات ما احناش ناقصين خناقات بكراسي ومقشات ويا ريت كل الحفلات زي دي من غير معازيم يا سلام يا سلام السلام عليكم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ويا من انت كريم حفلة ومن غير معازيم يا سلام يا سلام الواحد يضمن انه راح يخرج منها سليم يا سلام 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 ويا من انت كريم حفلة ومن غير معازيم يا سلام يا سلام يلا يا افراد الفرقة يبدو وفامرينو اشتغلوا بهمة وحرقة واعملوا باللي هتاكلوه الست دي بنت حلال حلال وفي بيتها مطبخ عال الست دي بنت حلال وفي بيتها مطبخ عال واحنا على قد الحال مش لاقيين ولا ملين يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام
ابدا ملهمش لزوم، والنبي دي لو فاكوها تطلع خمسين معزوم، وشويه كمان خمسين يا اخي قولوا سبعين تمانين، وشويه كمان خمسين يا اخي قولوا سبعين تمانين، ووجود المدعوين دلوقتي موديل قديم. يا سلام يا سلام يا سلام اه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام I love you يا إيس. أنا مطرب من منازلهم ومغني بدون سميعة، من دول اللي حغني لهم بلا دوشة يا شيخ قطيعة، ما احناش ناقصين خناقات بكراسي ومقشات، ما احناش ناقصين خناقات بكراسي ومقشات، ويا ريت كل الحفلات سيدي من غير معازيم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا 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 سلام. برافو. المسرح ابتدى 54، عملوا الفرقة وعملوا كم رواية؟ 61. انت بتهزر؟ والله 61 مسرحيه. اخرها ايه؟ مش اخرها كان 64 المسرحيه؟ 66 قفل المسرح. كانت اخر روايه سفيرها كباك. واثناء ده في حاجه حصلت في روايه في التلفزيون، حد مسح روايه بالغلط او حاجه كده من الروايات اللي كانت. لا، هي كل المسرحيات اتمسحت، مش حاجه اتمسحت، مش واحده اتمسح، ال 61 مسرحيه اتمسحت. يا نهار اسود. اتمسحوا ال 61 يعني، هو فاضل مسرحيه واحده حتى مش كامله، فصل اول وثاني يعني، اسمها كل رجاله كده بيجيبوها كده. بيطلع فيها المليجي معاه؟ ما هو المليجي ده عنصر في. ايوه، في الروايه اللي فاضله دي. انا فاكره فيها المليجي وتحكي مشهد، هو قاعد كده في صالون. ايوه، والمليجي بيخش. ايوه، فيها تحكي ريوكا وستيفاجوستي والمليجي و انا تملي بخلص المجرمين اللي من شكلتك. كل ده ب 50 قرش. خلاص، 2 جنيه. 2 جنيه. معروف بعادة المعاناة. ده انا غلبان، ده انا متهم تهمه باطله. الله يخرب بيته اللي قال عليا حرامي. ولد يا قليل الادب، انت اتجننت؟ انا ما احبش حد يشتم حد قدامي ابدا يا قليل الحياه، فاهم؟ اخرس ايدك، رجلك، عينك، راسك، انا وقعت في ايدك. اعمل معروف. طيب، هل كان بياخد من الافلام يعني ال 61 مسرحيه دول من بعضها من الافلام، بيعيدوا افلام زي اسماعيل ياسين في اي حاجه في مستشفى المجانين؟ لا لا لا، المسرحيات مالهاش دعوه بالسينما خالص، هي مسرحيه واحده اللي اتعملت فيلم ومسرحيه، لان هي على المسرح كسرت الدنيا. وفي السينما كسرت الدنيا. بس هي كانت واحده. اللي هي في الفيلم سكر هانم، المسرحيه عمتي فتفيت السكر. يا لهوي. يا لهوي. دي المسرحيه الوحيده اللي اتعملت نفس الموضوع ونفس التيمه يعني. وما تقوليش كان مكتوب الفيلم لاسماعيل ياسين. لا لا، كان مكتوب لاسماعيل ياسين طبعا. طبعا كان مكتوب، بس حصلت خلافات بقى بينه وبين السيد بديره الله يرحمه. كان هو مخرج الفيلم وبتاع وبتاع، فبس شوف بقى روحه الجميله. يعني مش مثلا عشان هو مش في الفيلم وحصل خلافات وساب الفيلم فيا رب يسقط عشان مثلا انا مش فيه ولا هو اللي رشح عبد المنعم ابراهيم، كان يعني هو اللي قال احسن، قال لابويا يعني قال له احسن واحد يعمل الدور ده دور الست ده عبد المنعم ابراهيم لو مش انا. مع ان هو عامل بدع في الدفاع الانسه حنفي يعني، كان قطع هو على المسرح كان عامل الروايه دي. الله لا يوريك. كانت المسرح دي كنا بنعرضها في اسكندريه على في كامش زرع البحر، في شاطئ على البحر، كان صوت الضحك بيوصل للبحر. جرى ايه يا وليد؟ ما جراش يا عمر، انا عايزه فلوس، عايزه حقي ومستحق والنفقه وال13. خلاص حدهم لك على الدنيا القديمه دي براسلي. لا ده جوزي. لا ده جوزي انا وخطاه من ورا امه. لا بقى اسمعي، احنا من دلوقتي لازم نحدد الملكيه. لا رجعها، الفلوس لحل
سريع جرايه يا بنت انتي، هو مش طلعك بتتمحكي في ليه؟ هل هو كان المصدر الرئيسي للمونولوج عند اسماعيل ولا كان بياخد منه من غيره؟ لا هو كان بياخد من غيره في الاول. يعني في الاول كان بياخد من غيره. ايه اول حاجه عملها الوالد ده زمان قوي؟ اول حاجه لما لما تقابله في مسرح بديع مصابني خالص ده عمل له حاجه اسمها بوغمني الرجاله، وبعد كده بوغمني الستات، وبعد كده الحاجات. لكن في الافلام كتير جدا زي ما قلنا من شويه، مثلا عايز اروح، عايز الملوك بتاع اللي هو حما زائد حما يبقوا حمتين، مش حنطيق العمى ولا شوف الاثنين. طبعا ما الفيلم ده بتاعه برضه حموات الفتنات. واخد بالك؟ وكان له ملوك حلو قوي على المسرح. على المسرح ده ما اتشافش. كان مسرحيه اسمها منافق للايجار، من ضمن ال 61 مسرحيه. فهو كان له ملوك حلو قوي، كان بياخد فيه سكسي عالي قوي. انا شفت اصلي في المسرح يعني عصير طاهر. انا حاسه انك انت اللي بتحكيه دلوقتي ده انت شويه شايف. فكان المونولوج ده ان هو يعني اقتنع من ان هو طالع، كان طالع انسان ما بينافقش وبيقول الصراحه. فده مغت به الدنيا، فقالوا له نافق الناس هتبقى في مكانه ثانيه يعني. فبيقرر انه يبقى منافق عشان يطلع على وش الدنيا. فقال كان بيقول مونولوج حلو قوي، كان بيقول هعيش منافق اموت منافق، وأقضي عمري بزمة كاوتش، ومهما قالوا الخلق حوافق، نظفت الزمة ما نفعتش. فكان الملوك ده بياخد سكسي عالي جدا في المسرح، فهو عمل له كمية من اللوجات طبعا كثيرة جدا طبعا. والكذب يا أهل الكذب اللي لسه كنا بنتكلم عليه كثير. طب إيه المشاهد اللي أنت ممكن تكون حضرت كتابتها أو شفتها في البلاتو هي بتتصور، يعني عاملة علاقة مباشرة معاك في الأفلام؟ اللي انا بحبهم. ايوه امال ايه؟ في طبعا اللي بيقع فيه حل اسنانه ده انا بموت فيه، اللي هو قطر الندى. لانه المفروض بيروح في المحكمه في اخر الفيلم في مشهد هو بقى. هيبرأ بقى انور وجدي من ان هو قتل شاديه مراته، وان دي كانت فكره هم عاملينها عشان يشتهر قطر الندى. قطر الندى. طيب فخلاص وهيستمع، وانور وجدي قاعد منتظر، وخلاص النجاه جت ان هو ده الشاهد الوحيد. فبيقع حل اسنانه سقف حلقه ولا سقف حلقه دي، ويبتدي يقول للقاضي باكك ومش عارف ايه باكك، والقاضي مش فاهم حاجه، فالراجل خد اعدام بسببه. والله العظيم اقول الحق ولا اقول غير الحق. انت تعرف المتهم ده؟ اعرفه سعاده البيت، اصل احنا الاثنين ساكنين في عماره واحده. السقف وقع، سقف حلق وقع، مش عارف اتكلم، خلاص رحت اتنمت. قول لي هنا يا جدع، ايه اللي تعرفه عن الحادثه؟ وطبعا بموت في المشهد بتاع افراكوش طبعا، اللي هو لما بيطلع له اول مره بالفانوس وبيخش يستخبى تحت السرير وهو بيقول قنبله، مش عارف يفتكر قنبله وبيطلع دخان وبتاع ومش عارف ايه، لحد ما بيطلع له وبيقول له ان انت مين يا عم. لا وهو كمان كاتب عفركوش نفسه، لغته جميله جدا. كمحمود فرج انت عارف طبعا عفركوش. الله يرحمه. يعني طريقته هو بيكلمه يا مصطفى وبتاع، يعني اللغه اللي كاتب بيها الشخصيه لذيذه جدا وجديده. كانت فطين بقى كمان استاذ، كان العضو الثالث في الحدوته الافلام اسماعيل ياسين، فكان هو ابدع في اخراج الفيلم ده جدا استاذ فطين. اقول لك نكته؟ لا لا بلاش، ما تزعلش، بس اعمل معروف ريحني وقول لحضرتك جنسك ايه وبتشتغل ايه. قلت لك عفريت، ما تعرفش يعني ايه عفريت؟ عارف يا فندم، عين في ريت. انا حارس الفانوس اللي قدامك ده. حارس على ده؟ يا اخي جاتك البلد عامل لي حارس على حته فانوس من سطلي. انت ما تعرفش قيمه الفانوس ده، ده يبقى الفانوس السحري، فانوس السعاده يا مصطفى. انا من الناس اللي يحبوا قوي حرفيه الحوار الكوميدي. يعني انا احب حرفيه الحوار الكوميدي قوي، يعني ازاي تصيغي نكته. فهو كان عامل افيه لذيذ كده جدا في اسماعيل ياسين في الطيران،
ان كان بيحكي لمحمد شوقي ان هو بيحب واحده وفاكره ان هو اخوه عشان شافته بدله الطيران ما تعرفش ان هو التوأم وحاجات كده. فهو الوالد كان مطلع اسم ان محمد شوقي كل ما بيسمع كلمه بيقول اخي ثلاث حروف منها. لو تفتكر فكان فيقول له اصل انا بحب واحده وجميله جميله فمحمد شوقي يقول له ميلا فيقول له بس هي للاسف فاكراني ان انا اخويا اللي بيشتغل في الطيران. اقول له جان فقال له نفسي اقول لها الموضوع واظهر على واظهر في الحقيقه. اقول له ايه صحيح لو عملت كده تبقى ارتكبت جريمه تزوير في اوراق رسميه. مية مفيش غير كونك تفضل متقمص شخصيه اخوك شهر اتنين تلاته تلاته. المده دي هتكون البنت حبتك من كل قلبها بقى، ولما تتاكد انها حبتك من كل قلبها تقدر بقى في الوقت ده تصارحها بالحقيقه. ايه طب افرض يا فالح يا ناصح خطيبت عرفت ان انا بغشها وفسخت الخطبه؟ مش ممكن، ما دام هتكون حبتك من كل قلبها الحب نفسه هو اللي هيخليها تمسك فيك بايديها واسنانها. اسنانها؟ طب انا عاوز منك خدمه. انا تحت امرك. تيجي معايا يوم الخطبه وتقعد تقلب حكايات عن بطولتي وشجعتي في الطيران لغايه ما ترفع مركزي. بس كده ليك علي افضل انفخ فيك لحد ما تفرقع. اتكل على الله، انا مفيش حد ابدا اتكل عليا ولا نجحش. جحش. بيقولوا انه مدام فوزيه مرات الاستاذ اسماعيل ياسين كانت بتغير عليه. انت شفت حاجات من دي؟ مش كانت بتغير عليه بقى؟ لا كانت بتغير عليه، دي كلمه بسيطه يعني. لا دي كانت بتعشقه وتحبه لدرجه تفوق العقل. قوي قوي كده. لا خبر ابيض. وغيرتها عليه غيره تفوق الوصف. لو الله يرحمه ويحسن اليه. كانت غيرتها لدرجه ان هو كان في المسرح، انت عارف كان زمان المسرحيه بتبقى ثلاث فصول مش زي ما بقينا احنا عملناها في الاخر جزئين وبتاع، فكانت ثلاث فصول فلازم يكلمها اربع مرات قبل وفي النص وفي النص قبل ما يبتدي. يعني اما سمعت انتهى الفصل الاولاني يكلمها يقول لها الاخبار دلوقتي ايه، انتهى الفصل الثاني يكلمها يقول لها الاخبار دلوقتي ايه، انتهى الفصل الثالث يكلمها يقول لها انا مروح إيه؟ انا مروح. وبعدين ما كانت يعني انا هذكر لك موقف كان ده اللي حكاوه لي حكاية ابويا انا ما شفتوش. ان اسماء ياسين مشهور قوي لو انت تدققي كده في افلامه كلها، بص على الساعه اللي في ايده اسماء ياسين بيلبس ساعه المينا بتاعتها سودا. دققي في كل الافلام هتلاقي المينا بتاعت الساعه دي سودا. كويس. اوكي هو غاوي كده يعني. فكانت ده ابويا اللي حكالي ده الله. فكانت مره داخله المسرح وراحت داخله الاوضه عنده، فهو كان قاعد ومعاه ممثله من اللي بيشتغلوا في الفرقه، ممثله بقى كبيره جدا. مش عايز تقول اسامي؟ لا لا بدون ذكر اسامي. لا لا ممثله كبيره قوي. بعد كده بقت كبيره قوي. اياميها كانت لسه يعني كانت لسه صغيره يعني في مسرح اسماعيل ياسين. فقعده كده فلقت الاثنين بيتكلموا يعني لو النبي ده انت اللي منوره، واخد بالك ازاي؟ بيجاملها يعني. لو تقول له بس انت يا استاذ النهارده كنت هايل، ولا احنا وانا من غيرك اقدر اعمل حق يعني، انت فاهم ازاي؟ ايوه ده ابويا اللي بيحكي. فهي تروح بصاله تقول له هي ساعتك السودا كام يا اسماعيل؟ عايز تقول له يعني ليلتك سودا. فتقول له ساعتك السودا كام؟ فهو يسمع ساعتك السودا فهم، فراح قال للمساله خلاص بقى احنا هنقعد نتكلم طول اليوم مش تستعد في فصل ثالث هيبتدي. قلب في لحظه قومي انت يعني حاجه لا تتخيل يعني ان هي تبقى بتغير عليه للدرجه جدا دي. كانت بتغير عليه جدا الله يرحمه ويحسن. والنبي يا مجدي مره تيجي تقعد معايا بقى، عايزين نعمل حلقه الاستاذه ابو السعود نفسها. يا ريت والله، ده انا هحكي لك حواديت رهيبه. خلاص انت رهيبة. على وعد بقى منك. ده انت تأمريني. حد يقدر يرفض طلب لسعاد يونس؟ يا حبيب قلبي يا حبيبي. المفروض تبقي اسعاد الناس مش سعاد يونس. يا حبيبي يا والله الناس كلها بتقول عليكي كده مش انا بس. ربنا يخليك يا رب. والنبي وعدني خلاص انت واحمد تيجوا تقعدوا معايا. تأمريني. ان شاء الله يا حبيب الامر لله. نورتني. ليكي معزه خاصه عند اللي بيجيها اصلا. الحمد لله والله حقيقي يعني. نعمه وفضل من ربنا. الحمد لله. نورتني يا مجدي. ربنا يخليكي ويزيدك نور ان شاء الله. ربنا يسيمك سي قوي ليكي. شخص مش ممكن ابدا ننساه في تاريخنا الفني. يا حلاوتك سمعه. عيني علينا يا اهل الفن يا عيني علينا. دي المشاريع اللي احنا بنحب نقدمها. الله الله يا بدوين يا مليون. اسماعيل ياسين اغانيه صعبه جدا. خلت انوار شرفت الدار يا عرب.
انا ما شفتش نموذج عنده اصرار للدرجه دي. يا اخواتي مراتي نسايا وحكايتي وياها حكايه، ده في يوم بقول لها دي القبله قالت لي نتجوز الاول. ايه علاقتك باسماعيل ياسين؟ ده كشكول بتاعه بخط ايده. في عايز اروح؟ عايز اروح. ما تروحش لا انا مروح. ما تروحش. عايز اروح. ما تروحش. اختار رقمك المميز وهيوصلك لحد عندك وتقدر تستخدم وحداتك في اللي يناسبك. إنديجو، اختيار يغير حياتك.